كان مرة بالزمان في ضيعة، خلينا نسميها أوتوبيا، كان فيها ناس ضلوا مبسوطين كل الوقت. هذول الناس ضلوا مبسوطين لأنه كل واحد بهذه الضيعة من وقت اللي بيخلق بيجي معه كيس مليان شيء صغيرة، فازيز. تعرف شو الفازيز؟ هيك أشياء مثل بلور صغيرة، هذول مثل أشياء ناعمة شو بسموهم؟ فلافي فلافي، هذول الأشياء الفلافيز الصغيرة بسموهم وورم فازيز. والحلو فيهم هو الوورم فازيز إنه بهذا الكيس في أندلس سبلاي منهم، كيف ما مد إيده واحد على الكيس بيقدر يشيل وورم فازي. سو كل ما واحد يعطي يطلب وورم فازي فيك تمد إيدك على الكيس وتعطيه وورم فازي. وورم فازي ليش اسمها هيك؟ لأنه بس واحد ياخذها يجي يقول انا بدي وورم فازي ويحطها على كتفه، هيدي بتكبر تكبر تكبر بتصير تعمل سناجلينج بتفوت بجسمه للشخص بتخليه له يصير هابير اند هابير. شو بيعملوا وورم فازيز؟ اذا منهم موجودين بيبلز ببلشوا يمرضوا، العالم بلشوا يمرضوا شوي شوي، بلشوا their backs starts to shiver. So وقت بياخذوا وورم فازي this make them feel all warm and fuzzy inside. أكيد شي مرة حسيتوا all warm and fuzzy inside. تذكروا مرة حسيتوا حالكم كتير محبوبين، حدا حبيبكم كتير، انتو حبين حدا كتير. That feeling warm fuzzy. So هذا كان في endless supply منه. مش بس هيك، لأنه في endless supply anybody can come to anybody لو بدي warm fuzzy تشيل بتعطي warm fuzzy. We can go and ask for warm fuzzy بتعطي warm fuzzy and everybody was happy. بس بهيدي الضيعة أوتوبيا كان في ساحرة شريرة بتعيش على انه بتبيع بوشنز. هودي البوشنز بتبيعهم للعالم يلي بس يمرضوا، بتبيعهم بوشنز وتعويذ وتلزمات، بتعرفون هودي الاشياء. بس حدا يمرض يجي بياخذ من عندها التعويذة. بس لانه كان في كثير عالم مبسوطة وكثير وورم فازيز، العالم ما كانت عم تمرض. سو ما كان حدا عم يجي يشتري من عندها. سو شو عملت هي؟ هي الضيعة في رئيس الضيعة خلينا نسميه سمير ومرته سميرة كل الوقت بيعطوا بعضهم وورم فازيز بالببليك وين ما كان. وورم فازيز بدي وورم فازيز بدي وورم فازيز، مين ما طلب منه وورم فازيز بيعطوا بيعطوا بيعطوا. اولادهم عندهم ولدين منير ومنيرة كمان يضلوا ياخذوا بيطلبوا وورم فازيز بياخذوا من اهلهم، والاولاد بياخذوا من بعضهم كمان وورم فازيز وكل العالم مبسوطة. فبقى الساحرة ما زبطة معها هيدي، بتروح لعند طلقته لسميرة هون نهار بتاخذه على جنب بتقول له مش شايف سميرة كيف عم بتبعثق الورم فازيز؟ طلع فيها وقال انه شو تبعثق؟ ليش بيخلصوا؟ قلت له يا مسكين منك عارف؟ اكيد بيخلصوا، بصيروا يشحوا 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 بالاول بينهم كتار، بس بعدين بصيروا يشحوا 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 تحت بالاخر يختفوا. ليك عم تعطي ورم فازيز لمنيرة؟ قال لها ايه وشو؟ قلت له يعني هاي الورم فازي راحت من دربك. كونه بيحب الورم فازي تبع سميرة كثير بلش ينقهر. سو كل ما يشوفه عم تعطي ورم فازي للوسي او لسميرة او لمنيرة او لاي حدا ينقهر. بعدين صار ينق، صار يجي يقول لها هي لانها بتحبه كثير ما بدها تخسره، صارت ما تعطي ورم فازي للعالم بس يطلبوا ولاولادها بس يطلبوا. صارت شوي شوي تحسوا انه في اقل واقل وورم فازيز. الاولاد منير ومنيره صاروا يطلعوا بالاهل يشوفون عم بيعطوا اقل وورم فازيز لبعضهم. مش بس هيك، صاروا بس يطلبوا وورم فازيز يقولوا لهم بعدين، ما في بعدين. شوي شوي هول العيال تعلموا كمان انه الوورم فازيز ار شورت ان سبلاي، ما في منهم كثير. سو شوي شوي كمان تعلموا ما يعطوهم كثير. طيب بس المشكلة إنه إذا ما في وورم فازيز العالم بلشت تمرض. السباينز تبعهم بلشت started to shrivel. تكعزل. And some of them started to die. صاروا يروحوا لعند الساحرة يجيبوا تعاويذ وحجابات وكتب وما بعرف شو. Some of them بين كأنه عم تشتغل، يحسوا شوي كأنه their spine is not shriveling بس يضلوا يموتوا. الساحرة ما زبطت معها، زبونات ميتين يعني ما في زبونات، ما فيهم يموتوا زبوناتها.
سو شو بدها تعمل؟ ما فيها تخليهم يروحوا ياخذوا ون فازيز. سو شو عملت؟ اخترعت بالبوشنز تبعها شيء سمته كولد بريكليز. تعرفوا البريكلي هذا الشيء بينكوز مثل الشوك كبكير الشوك and it's cold مثل ما اسمه بيعني بس تسو it's cold and prickly بيشوك. بس هيدا اللي اخترعته بالبوشنز تبعها اللي بيعمله انه ما بيخلي السباين تو شريفل كثير بس العالم ما بيحسوا لوارم الفازي بالعكس بيحسوا جوا cold and prickly بس ما بيموتوا ستيل ضل عالم منهم شوي شوي ضل عالم يموتوا بتصير هول كول بريكليز عطيتهم هن وقلت لهم في منهم ان ابوندنس سو صار العالم بس يجي واحد يقول له بدي ورم فازي قلت له ما عندي ورم فازي بس عندي كول بريكلي اف يو ونت سو ذي ستارتد اكسشينجينج ورم بريكليز اند والسيء بالورم بريكليز انه تاخذوا منهم كثير 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 اولدو بتحسوا بحس الواحد انه عم بيجلس شوي بس eventually spine will shrivel and most of them die. And أسوأ من هيك لأنه صاروا الكولد بريكليز كتار والورم فازيز هاي ان ديماند صاروا العالم يعطوا أقل وأقل وأقل لبعضهم ورم فازيز. مش بس هيك صار في عالم يستغلوا حاجة الآخرين للورم فازيز وصاروا يجيبوا الكولد بريكليز ويدهنون ويدخلون يفكرون انه هني ورم فازيز. سو بيجي واحد عم بيطلب ورم فازي من حدا بيقول له بيجي ثلاثة أربعة عم بيحكوا مع بعضهم اكسبكتينغ انه ياخذوا ورم فازيز من بعضهم شو بيصير؟ بيكونوا عم بياخذوا بلاستيك فازيز بسميهم يلي هني كولد بريكليز مدهونين. سو هالبلاستيك فازيز ليف نو امباكت. مش بس هيك كمان شوي شوي lack of لأنه واحد بحس حاله نغش بصير يحس إنه الورم فازيز كمان بصيروا أقل وأقل بيقدر يعطيهم أو بيقدر يخدهم. So مشيت الحالة هيك ما كان حدا عم بيعمل prospering في هذه الساحلة بس بضيعة تاني حد أوتوبيا كان في ساحلة خيرة تسمع باللي عم يصير هونيك تقول ليه ورم فازيز everywhere خليني يروح لهونيك وبلش وزع وهيك بيصير توصل على اول الضيعة وتلاقي الاولاد عم بيلعبوا باول الضيعة وبتبلش توزع لهم مين بده ورم فازي مين بده ورم فازي مين بده ورم فازي بيجوا الاولاد الاول بيكونوا مش صدقين بعد شوي ياخذوا ورم فازي واحد بيشوفوا بعضهم عم ياخذوا ورم فازي بيتشجعوا بصيروا ياخذوا منها ورم فازي بعدين بتطلب منهم هن ورم فازي بيقولوا لا انه ما في كثير كمش مزبوط طلعوا بالكيس تبعكم طلعوا شيء يكفي شيء يكفي شيء يكفي شوي شوي الولاد تعودوا انه في ورم فازيز وصاروا يعطوا بعضهم ورم فازيز فريلي نو كولد بريكليز جست فور اسك اني تشايلد فور ورم فازيز يعطيك دغري ورم فازيز هاك 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 ورم فازيز الساحره ما عجبها هي الموضوع صراحه رئيس الضيعه وقت شايف شو عم بيصير هيدا بتقدر تعمل لكم مشكله بالايكونومي اتس فلودينج الايكونومي بالورم فازيز بده يرجعوا يتعودوا عليهم بده يرجع الشورتج بده يصير في مشكله كبيره وكثير منكم بده يموتوا سو عملوا لوز بهيدي الضيعه اجينست الورم فازيز اول لو ممنوع تطلب ورم فازي انت بدك اياها ثاني لو ممنوع تاخذ ورم فازي اذا انعرضت عليك في لوز مختلفة إضافية سهول اللوز يلي تنيتهم بهموه سهول اللوز حطوهم بس الولاد ما سمعوا فيهم جربوا رحوا وراهم البوليس وجربوا يعطون الولاد إنه لا 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 ما فيكم تعطوا فازيز وإلا you're breaking the laws ومن وقتها لهلأ بعد المعركة قامة بين الولاد اللي عم يعطوا فازيز وبين الكبار اللي عم يعملوا اللوز